الدرس الأول، الأعداد ضمن 199. واحد، زار طلاب مدرسة النور للمكفوفين إحدى المحميات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على بعض الحيوانات والنباتات في مدينة جنين. سأل أحد الطلبة حارس المحمية عن عدد أشجار الثروة فيها، فأجاب إنها 99 شجرة. بادر أحد طلبة الصف الثاني قائلا: هل تسمح لنا بزراعة شجرة ثرو أخرى؟ أجاب الحارس: طبعا، بكل سرور. وبعد زراعتها سأل المعلم طلبته: كم شجرة ثرو أصبح في المحمية؟ قال المعلم: يمكن تمثيل عدد أشجار الثرو في المحمية على المعداد كما يلي: أعبر بلغتي وأكتب في الفراغ 9 آحاد و9 عشرات، إضافة إلى 1 بتصير 10 آحاد و9 عشرات. اثنان، ألف، أعد العشرات وأكتب العدد المناسب. 6 عشرات يساوي 60، 7 عشرات يساوي 70، 8 عشرات يساوي 80، 9 عشرات يساوي 90، 10 عشرات يساوي 100. نلاحظ أن 10 عشرات تساوي 100 وتقرأ 100. 3، أكمل كتابة الأعداد الناقصة في الفراغ. ألف، 90 91 92 93 94 95 96 97 99 99 100. ب، 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. جيم، نكمل الأعداد على خط الأعداد من 0 إلى 100: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 4، أكمل كتابة الأعداد الناقصة في الفراغ. الشكل الأول: 3 آحاد 4 عشرات 1 مئات وتساوي 143. الشكل الثاني: 0 آحاد 1 عشرات 1 مئات 110. على المعداد نلاحظ أن 7 آحاد 7 عشرات 1 مئات 177. 5، أقرأ الأعداد الآتية: 124 150 113 108 178 192. السؤال السادس، أكتب الأعداد الآتية بالرموز: ألف، 63، 63، ب، 7 آحاد و8 عشرات، 87، جيم، 140، أي 140، دال، 185، 185، هاء، 110، 110. السؤال السابع، مع سامي 170 دينارا، أراد أن يشتري هدايا بالمبلغ الذي معه جميعه، ما يمكنه أن يشتري؟ الحل: 160 زائد 160، عفوا، عندنا الحذاء 30 دينار، الكاميرا 60 دينار، القميص 20 دينار. الحل: 60 زائد 60 يساوي 120، كاميرتان، 30 سعر الحذاء،
20 سعر القميص. إذن 120 زائد 30 زائد 20 يساوي 170.